السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. الموضوع فيديو النهاردة هو إصلاح البيضة المكسورة. لو شفت حضرتك هتلاقي فيه هنا ثقب في البيضة، أهو الثقب الناعم ده من الحمامة وهي بتبيض، أو في ذكر نقر البيضة. المهم إن هو يكون الثقب ما إيه ما خرجتش البيضة السائل اللي بيبقى جواها. لو لقيت البيضة كده ممكن إصلاحها. طيب هنصلحها إزاي؟ احنا عملنا الموضوع ده قبل كده يا جماعة، احنا بنعمل الفيديو ده تصحيح بناء على طلب احد المتابعين اللي كتب لي في التعليقات ان احنا اللي بيعملهم بزرق الحمام غلط اللي لازم نقول عليه ده. معانا طحين القمح، تمام، او ممكن بالنشا دقيق يعني، او اسمه طحين القمح، او ممكن تعمل بالنشا اللي هو بيكون او دقيق ذرة، اي دقيقة عند حضرتك، تمام. المهم حاجة طبيعية ما تنقلش الامراض لايه للبيضة. طيب احنا عاملين اهو حتة عجينة من الدقيق، عملناها بالطريقة دي، عاملينها سايحة كده بالمنظر ده اهو، خليها طرية كده حتة العجينة، هي مش هتاخد حاجة يعني، هي نقطة بس اللي هنعملها بيها اهو، هنحط عليها كده ونمسح الزيادة، ننضف عليها تماما. هي البيضة جديدة يا جماعة اهو، تمام، نضفناها، نخلي على قد الثقب بس بالطريقة دي، دي الطريقة الصحيحة. نسيبها ربع ساعة لغاية ما تجف، مش هيحصل لها حاجة، هي لسه متبضة جديد، حتى لو قعدت يوم او يومين مش هيحصل لها حاجة، وبعد كده نحطها تحت الحمام. لكن علشان تلحق اختها فاحنا هنسيبها ربع ساعة او تلت ساعة او نص ساعة حتى لغاية ما تجف بس. طيب هو لو حضرتك عايز الفيديو باختصار هتلاقيه في قناتنا التانية اللي هي قناة معلومات في تربية الحمام. طيب احنا معانا بيضة تانية، اقول لك الطريقة اللي كنا بنعملها زمان والناس اعترضت عليها، هي طبعا طريقة غلط وبتنقل الامراض. الطريقة التانية اللي هي وجب علينا التنويه، ان هي بناء على طلب احد المتابعين اللي هو قال لي انها بتنقل الامراض، فعلا هو عنده حق، اللي هي بيعملهم ببراز الحمام او بزرق الحمام. اهو يا جماعة بيجيبوا حتة كده، معظم المربين بيعملوا كده، لكن انا اقول لك اعمل بالدقيق انضف، واللي هو طحين القمح انضف وما ينقلش الامراض. هو بيجي كان بيعمل كده، هي بتعالج فعلا البيضة والبيضة تفقس وكل حاجة، لكن ليه طالما احنا لقينا الطريقة الانضف واللي هي ما تنقلش الامراض، ما احنا نعمل بالدقيق او زي ما قلنا بالنشا. هو كان بيعملها بالطريقة دي، فطبعا انا مش عايز اعك ايدي منها اهو. طبعا هي طريقة مقرفة، وبرضو لو الحمام عنده اي مرض بيتنقل للزغلول اللي جوه البيضة. هي البيضة دي فارغة، انا بعمل لكم بمثل لكم عليها، بس احنا مش بعمل كده، انا هنعمل بالطريقة اللي هي الدي دي. من يوم ما عرفت الطريقة اللي هي بالدي دي ما بعملش غير بيها، انضف وما تنقلش الامراض، تمام. ده وجب علينا ان احنا نقوله، لو اخطأنا لازم نعترف بخطأنا ان هو الطريقة دي الصحيحة. طيب احنا هنكمل الفيديو بكده، خلصنا موضوع البيضة، هنكمل بقى هنوري للناس الزغاليل اللي هي الناس اللي كانت حاجزة الزغاليل في فيديو المزاد، نوري لهم الزغاليل بتاعتهم اللي ان شاء الله معادهم يستلموا يوم الجمعة، وهنوري الناس التانية اللي هي مرسيش عليها المزاد ان لسه في زغاليل تانية، هنوريها لهم برضو ان هم يخشوا ما نعمل لهم مزاد جديد. هنشوف مع بعض. ده من الزغاليل اللي هي اللي عملنا المزاد السابق اللي هو هيستلم يوم الجمعة ان شاء الله، اللي هيرسي عليه صاحب النصيب. ادي جوز منهم ما شاء الله نزلوا من مكانهم وبدأوا يعتمدوا على نفسهم. ده جوز،
وده جزء تاني من اللي هو برضو هيستلمه ان شاء الله يوم الجمعة صاحب النصيب، وده الجزء الثالث ما شاء الله يعني دلوقتي يعتبر بيطيرهم زي ما قلنا بس في المكان، وده الجزء الرابع. دول بالنسبة للي هم الناس اللي ايه خشت المزاد ان شاء الله اللي هو يستلمهم يوم الجمعة. هنشوف بقى اللي هم هنعملهم في المزاد القادم. نشوف كده ما شاء الله قربوا هم نعملهم قريب جدا، هنعمل المزاد الجديد. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، وده كمان اهو المزاد الجديد ده يا جماعة انتظروه قريبا هنعمل المزاد الجديد، فمحدش يزعل ان هو يروح منه المزاد اللي موجود حاليا، اللي جاي ان شاء الله اكتر وافضل. هو كله زي ما قلنا لكم بنراعي كل الحمام الزغاليل بتاعتنا، والحمام كله بنراعيه مراعية واحدة. في كمان اهو، وهو الناس اللي عايزة الزغاليل السوداء بسم الله ما شاء الله زغاليل محترمة، لكن لسه عليهم هنسيبهم كمان اسبوع ان شاء الله قريب يعني نبدأ نعمل لهم المزاد. في كمان احجام اصغر تلحق دول، كمان زغاليل اهو برضو اللون الاسود ربنا مكتر منه المرة دي، الناس اللي طالبة الاسود اهو ما شاء الله، كمان اهو ما شاء الله بسم الله ما شاء الله زغلولين كمان ينفعهم يعني، هم لو في حد غيري هيبيعهم على كده، لكن انا دايما بسيبهم بحب لما يكتمل نموهم بحيث ان هم اما تاخدهم يعتمدوا على نفسهم، لو عايز تطيرهم تطيرهم تربيهم تاكل من ولادهم. اهو ما شاء الله في كمان هنا اهو ما شاء الله عمره اصغر شويه، يعني ان شاء الله احنا بنعمل الكلام ده بنقول لك ان اللي فاتك ان فاتك المزاد اللي احنا بنعمله حاليا ان شاء الله هتلاقي وراه على طول، ان شاء الله نحاول كل اسبوع نعمل باذن الله ربنا يرزق ان شاء الله، واحنا مش هنتاخر عن اي حد، كل اللي طالب حاجه ياخدها باذن الله. طيب احنا بنعمل ايه عشان نراعي الزغاليل في العمر ده؟ وبسم الله ما شاء الله زغلولين دول لسه نقول مثلا عمر اسبوع او 8 ايام. هو عموما من انا بقى براعي الزغاليل بعطي فلاجيل او امرزول الموجود حضرتك، انا معايا دلوقتي امرزول بعطي الزغاليل من عمر 8 ايام بعطيهم اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر، بعطي رج الازازة ونشوف مع بعض بعطي ازاي. اعطي نص سنتي في فم الزغلول الصغير، ولو الزغلول كبير تعطي سنتي، لكن فوق الاعمار دي كفايه نص سنتي لمدة 3 ايام، يبقى اليوم الثامن والتاسع والعاشر هنعطي مع بعض، وفي نفس الوقت هنعطي للحمام الكبير، بس هو الحمام الكبير انا بعطيله يا اما تاتي مرة كل اسبوع اهو نص سنتي في فم الزغلول، يا اما تاتي مرة للحمام الكبير في المية كل اسبوع، او تاتي 3 ايام في الشهر، وافضل مرة كل اسبوع علشان لو عندهم زغاليل. يبقى ده نص سنتي بالطريقة دي، اقول لك ده بيعمل ايه وقاية من ايه. ده يخلي الزغاليل عمرها ما يطلع عندها جدري، مع مضاد السموم اللي اهو، مع مضاد السموم اللي بنعطيه للحمام الكبير مع المية مع الفلاجيل. تمام، يبقى كده نص سنتي لكل زغلول، زائد كمان ان هو بيقيهم حاجات تانية، يعني هتلاقي الحمام ما يجيلوش اسهالات، هتلاقي الزغاليل هضمها تحسن، هتلاقي الاكل فيها طري كده مش هتلاقيه محجر. يعني شوف ده، انا لما الاقي الزغلول كده فيه كده الاكل متحوش فيه كده اسقيه مية زيادة واديله فلاجيل، انا كده حاسس ان الزغلول ده هضمه مش كويس، هو ممكن يكون لسه متزغط دلوقتي لكن انا عايز الاكل يبقى ناعم فيه.
محبش الاكل يبقى فيه كده محجر، ده اسقيه ميه غير الفلاجيل، محتاج ده الفلاجيل اكتر واحد. ده جعان شويه وما لسه ما تزغطوش، لكن ان شاء الله هيزغطوه. طيب اهو يبقى النص سنتي الفلاجيل، هو لو زاد شويه ما تخافش مفيش من ضرر، الزغلول ده اكبر ممكن ياخد سنتي كمان. ووقايه كمان من الانتفاخ، انتفاخ الحوصله يا جماعه، انتفاخ الحوصله، ومن الكنكر اللي بيجي في حلق الزغلول او يكون داخلي، يعني ممكن الكنكر يجي داخلي او يجي هنا في حلق الزغلول. حضرتك لو فتحت كده تشوف الحمد لله سليم نظيف، لكن تلاقي زي كده زي ما يكون الزغلول عنده اللوز، الزغلول كانه عنده اللوز لو جاله الكنكر اللي بيقفل الحلق ويخلي الاهالي ما تعرفش تزغط الزغلول. وانت حضرتك تقول الاهالي دي مش بتزغط كويس وهو الزغلول اصلا عنده مشكله، يبقى الفلاجيل وقايه من الجدري، ومش علاج، هنقول مش علاج، وقايه من الجدري ومن انتفاخ الحوصله ومن الكنكر، تمام. ما شاء الله انت لو شفت حتى يعني ايه الزغلوله لما عملت الزرق بتاعها تمام سليم اهو، تمام التمام. يبقى احنا بنراعي الزغلول كده علشان نعطيها للناس اللي طلبت مننا ياخد زغلول سليم. احنا طبعا داخلين على الصيف، هتلاقي الجدري مالي الزغليل عند الناس اللي ما بتعملش كده، في ناس مش مقتنعه بان الفلاجيل، لا يا جماعه الفلاجيل والله بس تعطيه كوقايه، ما تستناش لما يجي يجصصهم او يصيبهم الجدري وبعد كده تعطي، لا في الوقايه في البدايه وهو لسه في سن عمر 8 ايام. انا بعمل كده الثامن والتاسع والعاشر او ممكن قبل كده كمان، لكن لو انت مستمر على كده يبقى كده كويس قوي. لو انت بتعطي كل شهر للاهالي او كل اسبوع للاهالي هيطلع عندك، وتعطي الزغاليل كمان هتبقى وقايه تماما. طيب لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.